السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أخوكم مصطفى عبد الله. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم شميز للبلية دي، شميز داخلي للبلية دي. هنا طبعا البلية دي نفس البلية بتاعت مقاس الموتوسيكل الصيني، اللي هي العجلة الخلفية بتاعت الموتوسيكل الصيني. طبعا الشميز ده بيتكرر معانا على طول، فبأمر الله هنعمل التجربة دي بأمر الله دلوقتي عمال. طبعا البلية دي من برة 42 مل، تمام. البلية عادة هتبقى جاية موسعة او مهواية هنا شوية زي ما انتم شايفين كده. فاول حاجة هعملها نعتبر ان ده الجنط او الخامة اللي انا ماسكها تكون عدلة، واوسع مثلا اقل حاجة ادي للشميز بدن 3 مل، يعني هنا مثلا 43، يبقى انا عايزها هنا كام؟ عايزها هنا 45، هنا 42 البلية، وهنا واسع ملي، يعني هنا عاملة 43، يبقى انا هوسع كمان 2 ملي كده، يبقى بدن الشميز معايا عامل حوالي 3 ملي، وده يمكن اقل بدن احنا نقدر نعمل بيه شميز. بسم الله بسم الله. بس ان الخامة مربوطة في الظرف، تركيب على الخامة كويس. يبقى انا كده هاخد من جوه 2 مللي عشان اعمل بدن الشميز بتاعي 3 مللي. نفس الوقت انا بستعدل الداخلي بتاع الحته من تاكل البليه او اي حاجه. طبعا انا هنا وسعت قدامكم اهو، تمام كده انا وسعت على 45 ملي الا 1/10، شيل 1/10. نراجع مقاس الهم تاني. دايما بحاول اظبط ايدي بالبوكليس بحيث ان هو يجيب لي، ما يبقاش البوكليس معوج مني كده او كده، عشان يجيب لي المقاس مظبوط. تمام انا كده 45 مللي بالظبط، والبليه طبعا 42 مللي. يبقى انا كده هعمل الشميز هنا كام؟ حوالي 3 مللي. طيب اللهم صل على النبي، دي الخامه اللي انا هعمل منها الشميز، تمام. خامة الألومنيوم،
كده انا 38 ونص. كده طبعا انا هنا وسعت تمام. بس انا هنا في دي الفكرة اللي انا عايز اعملها قدام حضراتكم. طبعا انا هنا وسعت ووسعت بزياده شويه، وهي دي بامر الله الفكره اللي انا عايز اعملها قدامكم، ان انا خليت البليه بايته مستريحه هنا. طبعا خليتها بايته مستريحه هنا عشان لما هعمل مقاس الشحط اللي بره هيلم على البليه فيديني مقاس الشحط مظبوط. هنشوف كده بامر الله معاكم. كده انا 47 ملي. طيب كده انا بامر الله خلصت من بره وخلصت من جوه تمام. هرجع اعيد عليكم الفكره تاني، بس بامر الله ان انا خليت البليه مقاس الشحط بتاعي واسع من جوه زي ما انتم شايفين كده بايته بايدي تمام.
ومقاس الشخص من بره محمل 1/10. بعد كده بامر الله التجربه ونشخط الشميس برده بامر الله قدام. اخد طول الشميس بتاعي طبعا. الشميس زي ما انتم شايفين حاجة رؤية قوي، لازم ان انا ابقى عامل حسابي على ان الشميس ده هيلم لما هاجي ابيته. طبعا هنا هنشحط الشميس، تمام. اول حاجة اشوف حاجة عيد اللي احط عليها الحاجة اللي انا هشحط عليها، وفي نفس الوقت تكون القورة تكون عدلة بتاعت الحاجة اللي انا هشحط بيها، تمام. ممكن ان احنا نبيت الشميس في البلي على طول كده ونشخط الاتنين مع بعض بامر الله. وطبعا بفكركم ان انا كنت عامل، وهي دي اهم نقطة في الفيديو، ان انا كنت عامل مقاس البلية هنا خفيف. طبعا زي ما انتم شايفين البلية شحطها تقيل. انا طلعت البلية تاني لان انا حسيت ان البلية تقيلة شوية في الشحط، تمام، زي ما انا ما وريتكم في الفيديو كده. طلعت البلية تاني. اهم حاجة وانا بشحط البلية ان البلية بعد ما تشحط في مكانها، طبعا البلية دي بايظة عشان كده مش عارف احكم عليها خشن. البلية بعد ما تشحط في مكانها يكون البلية بتلف مرتاحة، ما يكونش فيه عضة في البلية، تحس ان البلية بتلف في مكانها مرتاح. فانا كل اللي انا هعمله بس اصنفر الدخيل بتاعها سنة على المخرطة، صنفرة مش اكتر. نجرب شحط البلية تاني. تمام، الف البلية من جوه هنا، البلية بتلف معايا، هي دي اهم نقطة. بس طبعا البلية دي بايظة عشان كده انا مش قادر احكم اذا كان الخشانة دي من البلية، بس هي اكيد من البلية. تمام، شكرا لحضراتكم.